ده يا جدعان صور من الصقور الجارحة. ايوه تمام، احنا دربناه تدريب عالي جدا انه يطير مسافات ويرجع تحت قيادة الفرماوي طبعا، كوتش مصر كابتن خالد سالم، يعني سباحين، يعني الطيور الجارحة، يعني اي حاجة جارحة في الحياة خالص. الصقر ده يا جدعان عنده مواصفات جامدة، ان شخاخه بسرعة وفي نفس الوقت مش بيكمل كتير في الطيران، يعني بيهبط. انت هتصور فيديو بجد؟ اه بصور فيديو بجد طبعا، عشان نعرف الناس احنا ازاي بنتعب جدا في تربيه الصقر. الصقر احنا طبعا الكابتن اللي قدامكم كابتن خالد سالم، طبعا الصقر عارفه لدرجه انه واخد عليه بغباء، يعني بيعوره عادي من غير اي حاجه، واخد عليه عشان خرقه. عشان خرق النسر معاك، الصقر معاك قصدي. طبعا انا كابتن محمد شعبان، طبعا ده دعم ان انا اوريك صورتي هنا طبعا غير عن التعريف. على فكره صوابع غرس في ايدي جامد. عشم والله، عشم هيخرم يعني والله، من عشم في واحد امبارح كان هياخد عينه، بس يلا من حبه فيه كان عايز عينه معايا. ابو الصقور الجارحه يعني مسافات البعيد. يا جدعان اي استفسار بخصوص اي حاجه كوتش فرماوي ان شاء الله هعدي معاكم بالرد اول باول على الفيسبوك والسوشيال ميديا. طبعا ده احنا حابين نعمل لكم عرض ازاي الطير ذات نفسه بيتراود، انتوا شايفين احنا مش عارفين نراوده، بس احنا عايزين يعني نعرفكم ازاي احنا بنراود. انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله اجنحه اهيت، اجنحه سبورتاج حاجه تقفيل عالي قوي 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 قوي، طيارات اهي، طيارات حديثه جايه من بورسعيد والله العظيم، برقع قوي جدا. انتوا شايفين الصقر هو بيحتاج انه يحلق في الطيران ويطير، بس احنا مش راضيين. بس